الخير. بيسعدنا نرحب فيكم بهالسهرة الحلوة اللي حنسميها سهرية، سهرة الأهل والمعارف والأقارب. حتكون معنا في هذه السهرة زميلتنا قمر. أهلا وسهلا قمر. مساء الخير لجميع الحاضرين وطبعا لأولاد بلدنا، لكن منخص بالتحية كل الضيوف اللي شاركوا بمهرجان دمشق السينمائي السادس. أهلا وسهلا بدمشق الفيحاء. طبعا في البداية اسمحوا لنا انه نقدم لكم زميل الفنان هيثم جبر وكلمة عن السينما. مساء الخير. أيها الحضور الكريم، إن السينما عبارة من فكرة حبيب ومنزلي يفرزك اللواء بين الدخول والمحول. أيها الحضور الكريم، أيها الحضور الكريم، العيون التي في فرضها حول قتلنا ثم لم يحيد قتلنا. أيها الحضور الكريم، يا قوة هذه الغد هذه هي التي وجدت. أيها الحضور الكريم، أيها الحضور الكريم، طبعا نحن آسفين أستاذ هيثم، يعني لا بإمكانك تقول كلمتك وأنت مرتاح، تفضل. بارك الله فيك وشكرا. هاي مرتي، مين قال لك تقولي؟ آسفين نحن، تفضل أستاذ هيثم وخلي الكلمة، معلش خلصونا. أيوه. تركت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني. هكذا هي السينما. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم وشكرا للزميل هيثم لهذه الكلمة القيمة. مع واما الان فنقدم لكم الزميل وليد سرديني وكلمة عن لجنة صناعة السينما والتلفزيون. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم في هذا الحفل الفني الساهر. رحاب الفن فضاء شاسع لا حد له، يجتاز كل الحدود ليصوغ في ملحمة الإبداع والعبقرية رؤية البشرية للكون والإنسان والحياة. ولأن الفن رسالة وحضارة، ولأنه العنوان والمرآة والوجدان، فهو الساطع الباقي على مر الزمان. يسعدنا أيها الإخوة الفنانون الأعزاء أن نرحب بكم في هذا الحفل الذي تقيمه لجنة صناعة السينما والتلفزيون الوليدة الناشئة في فيض من الرعاية الكريمة النبيلة التي يحظى بها الفن والفنانون من السيد الرئيس حافظ الأسد.
مرة ثانية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا وأن أخص بالترحيب الإخوة الفنانون العرب الذين يزينون سهرتنا كنجوم تلألئ وتسطع في سماء الفن العربي. أهلا بكم، متمنيا لكم قضاء سهرة ممتعة، وإلى اللقاء. Yeah, we know.